بروكاد هندي انتهكت سيادة أراضي الصين وقاوضت اتفاقيات وتوافق التي تم التوصل إليه بين بلدين ودارت بسلام واستقرار في المناطق الحدودية. هذا يتناقض مع جهود سابقة للجانبين لتحقيق التوتر. تؤيد الصين ذلك وقدمت احتجاجا لجانب الهند. نحث الهند على وقف جميع أعمال استفزازية وسحب الجنود الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني فورا ووقف أي عمل من شأنه أن يوتر وضعه ويعقده. وعادت التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب الاشتباك الحدودي بين البلدين في يونيو، واتهمت الهند القوات الصينية بالقيام بحركات استفزازية لتغيير الوضع الراهن في المنطقة، الأمر الذي رفضته بكين.